على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، إصابات دقيقة للمقاومة لا تخطئ الهدف، وحجم خسائر كبيرة يتكبدها العدو على الرغم من محاولاته إخفائها. القلق يتزايد في الأوساط العسكرية الإسرائيلية من قدرات حزب الله والأسلحة التي يستخدمها، ولا سيما في عملية مشغل بيت هلل، حيث استخدم حزب الله بصورة مباشرة وبصاروخ نوعي آلية للاحتلال كانت محملة بالجنود، وأدى هذا إلى تدميرها. وبحسب معلومات للميادين، فإن المقاومة أدخلت منظومة صواريخ موجهة ذات قدرات تدميرية عالية في الخدمة، وهي قادرة على العمل على أهداف برية وجوية وبحرية ثابتة ومتحركة، تتمتع بالقدرة على إصابة الأهداف بدقة وتدميرها، كما يصل مداها الفعال إلى ما يراوح بين 8 و10 كيلومترات. المعلومات كشفت أيضاً أنه لدى حزب الله عشرات الأهداف المشابهة لمشغل بيت هلل، ومنها منظومة القبة الحديدية المنتشرة ضمن المدى الذي يراوح بين 8 و10 كيلومترات. هدف المقاومة السهل هذا في مستوطنة دوفيف كان أيضاً محور حديث في الإعلام الإسرائيلي. الصاروخ ظهر وهو يتحرك بسرعة 700 كيلومتر في الساعة. هو صاروخ مضاد للدروع. التقدير يدور عن نموذج إيراني لصاروخ T-5 فاجوت الروسي. إيران تزود حلفائها مجموعة من الوسائل القتالية، وحجم الذخائر كما قيل لنا يسمح لكل دولة من هذه الدول بإدارة معركة من دون وجود سلاح جو. كل المؤشرات تدل على أن الجبهة الشمالية فلسطين المحتلة في حراك مستمر آخذ في التصاعد، ما يشي بملامح مرحلة مختلفة من العمل الميداني لدى المقاومة التي لم يستطع الاحتلال منع أي عملية من عملياتها أو إفشالها على الرغم من كل جهوده الاستخبارية.